طب اتكلم على الالارم يوزر انترفيس نفسه عامل ازاي. احنا طبعا اول حاجه بيبقى الالارم سيتنج بتاعنا عاده الموست جنرال الارم سيتنج بيبقى فيه عندي سيتويشن معين، بارامتر معين بتكلم عليه، بيبقى له منطقه معينه لها لور ليميت ولها ابر ليميت. لو قليت عن اللور ليميت او تخطيت الابر ليميت يبقى معنى كده بيبقى فيه عندي كونديشن ممكن يبقى فيه خطوره. عاده اليوزر بيعمل له سيتنج بالشكل ده كده، بيبقى فيه عندي قدره للجهاز ان هو يعني مثلا هنا ده مثلا مينت فنتيليشن. مينت فنتيليشن اليوزر بيحدد ان الابر ليميت بيبقى كذا، اللور ليميت بيبقى كذا، لو هو في النص هنا بيبقى اوكي. وطبعا بيبقى فيه عندي طبعا ببقى عارف اليونتس اوف ميجرمنت عشان احط طبعا الارقام دي بشكل سليم. فبيسكلي انا يعني اليوزر يقدر يحدد بعض الحاجات. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات اللي بنحددها دي، بنتكلم على ليفل 2 ليفل 3، مش بنتكلم على الليفل اللي هو ليفل 1 اللي احنا بنتكلم عليه ان هو مانداتوري، اللي هو بيبقى الجهاز بيبقى موجود فيه اوتوماتيكلي ويبقى يعني بيحصل له اكتيفيشن وانس ان بقى فيه خطوره على حياه المريض. نفس الالارم نفسه بيظهر بالشكل ده كده في اليوزر انترفيس زي ما اتكلمنا، بيبقى فيه عندي المسج نفسها بتطلع على مثلا ريد باك جراوند لما يكون عندي فيه ليفل 1 الارم، ويبقى مثلا يلو باك جراوند لما يكون ليفل 2 او ليفل 3. ممكن برضو الحقيقه يبقى في عندي حاجه زي مثلا بيكن كده، او عندي حاجه زي لامب كده موجوده في التوب اوف ذا فنتليتور سكرين مثلا، دي برضو تنور لو يكون في عندي الارم. طبعا يعني مهمتنا في الديزاين بتاع الالارم يوزر انترفيس ان احنا لازم نحط حاجه تبقى اليوزر يقدر يشوفها بشكل يعني سريع، ويقدر يحدد على طول من غير ما يضطر ان هو يروح لغايه الجهاز نفسه، يقدر يحدد ليفل الخطوره ويقدر ان هو يرياكت بيزد عليه. فطبعا المشكله في حاجه زي كده الناس لاحظتها ان بيحصل حاجه اسمها الارم فاتيج. لو انا عندي الارمز كتيره والالارمز كتيره دي يعني بتتكرر، وبيسكلي يعني اليوزر دايما بيلاقي يعني ان هو يعني بيروح عشان يريسات الالارم ده او عشان يادريس مشكله، ويلاقي ان في الاخر المشكله دي ما هياش حاجه خطيره تستدعي ان هو يروح لها، بيحصل دايما حاجه بنسميها الالارم فاتيج. الديفينيشن بتاعها عن طريق امي هو اللي عمل الديفينيشن ده، اللي هي Association for the Advancement of Medical Instrumentation. While device alarms can improve medical care by arming clinicians and with valuable information about their patients' health, most are false or non-actionable. يعني المشكله لما بنتكلم على نسبه الالارمز اللي هي فعلا عايزه اليوزر يعمل اكشن علشان يعمل يحل مشكله او يعني ينقذ المريض من وضع يعني يكون في خطوره عليه، اكشوالي بيبقى نسبه قليله، يعني نسبه الحاجات اللي هي المهمه بتبقى قليله. فبالتالي الكلام ده بيريزلت لحاجتين، بيريزلت في حاجتين، يعني بيسكلي بيبقى في عندي حاجه اسمها سنسوري كلاتر، يعني بيبقى في عندي كده يعني حاجات كتيره موجوده او الارمز كتيره بت overwhelm السنسوري بيرسبشن بتاع الكلينيشن او الكير جيفرز اللي هم مثلا نيرسز او كده. ودي سنسيتايزنج ذيم تو ذا اليرتس، يعني بمعنى دي سنسيتايزنج معناها ان هو بعد كده ممكن يسمع الالارم وما ياخدش باله. يعني مثلا زي ما احنا مثلا في احوال كتيره ممكن ان احنا لو واحد مثلا يعني شغال في مكان والمكان ده فيه مثلا نويز، بعد شويه هو بيجيت اكستم تو ذيس كايند اوف نويز، وبالتالي بتلاقي ان هو ممكن يبقى فيه الارم شغال وهو مش واخد باله، او هو بيسكلي ما بقاش بنفس الالرتنس اللي كان موجود قبل كده. فالحقيقه الالارم فاتيج واحد من الحاجات المهمه اللي الناس بتتكلم عليها، ولازم الالارم سيستم عموما يبقى معمول بشكل بحيث ان هو يحاول يمينيمايز الالارم فاتيج. ما بنقولش ان احنا ما نحطش الارمز، احنا لازم نحط الارمز، بس لازم نحط الارمز بشكل انتليجنت علشان ما يعملش اوفرويلمنج للناس اللي شغاله، وما يبقاش بعد كده في مشكله للناس دي ان هي تقدر تديتكت الوضع اللي فيه خطوره حقيقيه. فعامه لما بنتكلم على الالارم مانجمنت عموما، لما بنتكلم على الكلينيشنز والكير جيفرز لما بيكون في الارم، عمليه الالارم مانجمنت از فيري كومبلكس اكشولي. في حاجات كتيره جدا داخله فيها، منهم مثلا ممكن يبقى الكالتشر، ممكن يبقى مثلا ستافنج باترنز، يعني مثلا بحط الناس اللي بتبقى سوبرفايزنج الاي سي يو مثلا بحطهم ازاي، يعني بيشتغلوا قد ايه ويريحوا قد ايه. بنتكلم على الكير موديل اللي موجود عندنا في الاي سي يو نفسه عامل ازاي، هل مثلا بحط مثلا يعني في سنتر ستيشن ولا مفيش سنتر ستيشن، هل مثلا بيبقى في عندي كم مثلا سرير موجود في الاي سي يو محطوطين بشكل عامل ازاي، هل كلهم موجودين لاين اوف سايت للمكان اللي فيه النيرسينج ستيشن ولا لا. حاجات كتيره طبعا، البيشنت بوبيليشن عندنا عدد البيشنتس الموجودين في الاي سي يو، في حاجات كتيره الحقيقه
الكي بوينت هنا ان الالارم مانجمنت از ريلي كومبلكس. فلما بنتكلم ان احنا بنحط الارم لازم نفكر كويس قوي ده يتحط في انفايرمنت عامله ازاي، وعشان يقدر يؤدي الوظيفه بتاعته. فواحده من الحاجات بس اللي انا احب ان انا انبه ليها موضوع الالارم فاتيج، واحد من الحاجات المهمه لازم الناس لما تيجي ديزاين الارم لازم تفكر في التكنيكس اللي بتقلل الالارم فاتيج، ودي طبعا لها علاقه شويه بالهيومن فاكتورز انجينيرنج علشان نحاول بيها ان احنا نحسن الافشنسي بتاع الريسبونس للالارم او الالارم مانجر.